أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى حدود الساعة 11 من مساء أمس السبت، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 402 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب covidmaroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 1574 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت لشفاء من المرض حتى الآن 12 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 25 حالة.